باش تشوف هاد السلسله هادي. والعلاقه ديالها امينه 2500 درهم 250 اورو 50000 ريال. غزاله هادي مش حاجه اللي زوينه. بارطاجيو الاخوات حولوا بارطاجيو اللايف لان كله ميزات وكله زينه وخزينه. كاين دراستي تما زوينه هادو الاخوات فيهم البيض هادو راه فيهم هاد الاكس فيهم البيض والصفر يعني هادو فيهم البيض والصفر ديالهم هذا صفر وهذا بيض يعني بجوجهم اللي بغى واحد راه ممكن ياخذوا في الميزات هذا. فيهم الاخوات 21 غرام فاصلة واحد الثمن ديالهم 12100 درهم 12100 درهم هادو الاخوات 12100 درهم الاخوات شي حاجه اللي زوونه وتقريبا الا بغيتو واحد تقريبا 6050 درهم شي تقريبا 121 الف ريال تقريبا لواحد. خويا كاين شي براسليات ميزات مشبك غنشوف لك اختي يقدر يكون في الميزات انا نحاول ندوز ليه بشي بشي ان شاء الله الا كان غندوزو لك اختي. هادو الاخوات الثمن ديال هذا 6050 6050 درهم لواحد يعني 621 الف ريال 605 اورو يعني هادو خزارين ورائعين اللي بغاو بجوج هما الاخوات اللي بغاو واحد راه ممكن ياخذوا. شفتوا باك الهضراتكو هادي يا سلام هادي صراحه اللي بغات شي وحده اللي عارفه القيمه ديال الهضراتكو وعارفه با تخبي في ليسات الاخوات فاش تخبي في ليساتك وفاش تخمي راسك وتبارك الله هادي الاخوات راه زينه وخزينه ان شاء الله الاخوات اللي كان محظوظ راه ياخذ هاد الهضراتكو هادي. خوات مزواج اختي تواصل مع مريم في واتساب غتوريك لي موديل اللي كاينين. اختي اسماء مرحبا هي تواصل مع مريم اخوات حاولنا نديرو هاد اللايف خاص بالميزات اللي بقى لنا الوقت ندوزو جديد. سلام خويا كدير الحمد لله اختي مرحبا والف مرحبا اختي اخي هشام مرحبا والف مرحبا مرحبا بك اخويا والف مرحبا. عندهم الاخوات كاينه هاد الرادكو هادي تبارك الله كديره مضخمه ورائعه شي حاجه تبارك الله تاع ولكن تبارك الله الميزان ديالها 60 غرام فاصله 3 60 غرام فاصله 3 الاخوات هذه تبارك الله راه قديمه يعني تقريبا مولاتها راه خداتها من السبعينات يعني تبارك الله راه موده عندها وشي حاجه اللي رائعه يعني لان الخدمه الاولى تكون ثقيله يعني راه تكون الاولى تكون ديك الساعه كانت دابا رخيص كانت تقريبا 120 درهم 130 درهم تبارك الله راه هاد الاخت هذه اللي بعثتنا هاد الرادكو هذه يعني تقريبا راه خداتها تقريبا بواحد الثمن اللي رخيص وتبارك الله جابت ليها يعني اكثر من داكشي باش تريبل يعني الدوبل في ثلاثه يعني تقريبا اكثر يعني تبارك الله باش اللي تزادها فيها باش تعرفوا الاخوات لان الذهب راه كان عنده واحد كان رخيص والناس ما استغلوش فرصه ولكن دابا الحمد لله يعني دابا غلى عاد الناس بغاوه وعاد الناس حبوه صراحه الحاجه فاش تغلى عاد تكون عندها واحد القيمه كبيره. سلام خويا صافا رادكو اخوات انا نحاول نقول لكم الثمن ديال هادي رادكو الاخوات الجديده دابا دايره 600 درهم الغرام يعني رادكو جديده 60 غرام فاصله 3 الثمن ديال الاخوات 34300 درهم الاخوات 34300 درهم 34300 هذه الاخوات 34300 درهم 34300 درهم 3430 اورو 3430 اورو ديال الاخوات 3430 اورو اللي بغات تسكرين الاخوات هذه صراحه ميزه زينه وخزينه هذه تبقى فيها فليساتها مدى الحياه هذه تبارك الله يعني شي حاجه اللي دقيقله وغزاله والطول ديال الاخوات 44 سنتيم الطول ديالها هذه زوينه اللي بغات تسكرينها. كاين عندنا واحد البيجات كاين هادو فيهم خمسه دبيجات هادو تبارك الله تما قدام الدق الاول الاخوات كاين هادو خمسه دبيجات رائعين شكدين تبارك الله شي حاجه خدمه والدق الاول الاخوات فيهم 74 غرام فاصله 8 74 غرام فاصله 8 الثمن ديالهم 42600 درهم الاخوات 42600 درهم ممكن اللي بغات شي وحده ثلاثه اللي ما تبعوش بخمسه نخلي شي اخت ثلاثه يعني كاين اللي تيبغي ما تيبغيو غير ثلاثه ولكن خمسه صراحه يا سلام
تبارك الله غزالين، يعني الثمن ديالهم 42600 درهم، 4260 اورو، 4260 اورو ديال الاخوات. شفت البقله كدايره، سريتلا فيها خمسه دبيجات غزاله، وشي حاجه اللي ذوقيه وشي حاجه اللي زوينه. هذه الاخوات زينه وخزينه، وتبارك الله الدهب الاول تبارك الله من الخدمه، ولا النقش ولا يختلف. لان علاش يختلف الاخوات؟ نعطيكم واحد الحاجه، لان الدهب الاول كان ثقيل، يعني الثقل تيجي فيه النقش باين، يعني دابا الدهب تيخفوا حتى ولا النقش ديالو بحال لبات شويه. هادشي علاش الاخوات فرق ما بين القديم والجديد. يعني الثقل، يعني دابا الصانع تبارك الله تمشي تقول لك بين قد تقول بين قد شي سرتلا ولا بين قد شي حاجه، اش تيقول لك؟ تيقول لك واش بيت قد ثقيله ولا خفيفه. علاش؟ باش هو يشوف النقش كيفاش غينقشها، واش غينقشها يعني واش داك النقش غيكون بارز وباين وهذا، ولا ينقشها يعني نقش خفيف. لان ما يمكنش هو يبقى يضرب فيها، لان الا ضربها بالجديد غتهرس الا كان النقش ديالها الا كانت خفيفه. اما الا كانت ثقيله تينقشها كيما بغى. هذا هو الاخوات ما بين فرق ما بين القديم والجديد. يعني هذا هو الاخوات. اما ذهب ذهب 18 كاره هي اللي كاينه، واللي كان ديك الساعه واللي كاينه دابا، ثمن 42600 درهم، 4 المليون الاخوات، و52 الف ريال. اللي كانت محظوظه تاخذ هذه السريت هذه، وان شاء الله ما يدور عليها العام تتزاد فيها واحد 5000 درهم، هذه تكون على يقين. يعني اخوات راه الدب في ارتفاع، وتبارك الله راه زياده، وتبارك الله الناس كاع اللي خدوا عندنا راه تيشكروا، وراه تزادهم في داكشي اللي خدوا. 42600 درهم، 4 المليون و52 الف ريال، 4260 اورو. عندي واحد ثلاثه بيجات هادو، كاين هادو تاهما زوينين. يا سلام دوغ زارين. سميرة اختي سميرة تواصل عمري في واتساب، غتقول تعطيك ثلاثة العبار ديالو، وتصور لك الميزان ديالو، ودير معاك الثمن اللي غتقول لك الاخوات اللي تم باش دوزهم في اللايف. يعني تيبقاو على حسب الجرامات. هادو اخوات ثلاثة فيهم 25 غرام فاصلة سعود، الثمن ديالهم 14800 درهم، 1480 اورو، 1480 اورو الاخوات بالريال، مليون و6 مليون و96 الف ريال، مليون و96 الف ريال. زوين الاخوات، ثمنهم مناسب، ثمنهم زوين، هذا ثمنهم مشجع. اللي بغاتهم الاخوات سكرينيهم، هادو ثمنهم تمام مشجع ورائع. بارطاجيو الاخوات باش يطلع اللايف. البلا تخرام شي 10 غرام بشحال اختي، تبقى على حسب الخدمه ديالها. يعني تبدا البلا الاخوات تبدا من 500 650 درهم، يعني 630 620 درهم حتى 650 درهم على حساب الخدمه. عندهم الاخوات الثمن ديال هادو 14800 درهم، 1480 اورو، 100 مليون و96 الف ريال، ثلاثه دبيجات غزالين ورائعين هادو. سلام خويا، والله شكرا لك اختي ام سلمى، شكرا لك بزاف على هاد الدعوه هادي، دعوه الخير الله يسر لنا ولكم وجميع المسلمين. اللي بغات اي حاجه تسكرينها الاخوات باش كلشي يستافد. عندي واحد الردكو الاخوات هادي، شادي خفيفه تبارك الله زوينه هادي، كتفرسقات تاخذها 17 غرام هادي ديال الاخوات، فيها 17 غرام، فيها 17 غرام هادي، الثمن ديالها 9700 درهم، 970 اورو. هادي 970 اورو الاخوات، 9700 درهم، 194 الف ريال، 194 الف ريال ديال الاخوات. سفيان كاين شي غورميت تاع العنق باش يضرب 1000 درهم. لا اختي دابا حاليا ما كاينش اختي سكينه، يعني دابا حاليا ما كاينش. 970 اورو الاخوات، 970 اورو، 9700 درهم، 194 الف ريال. تحيه لك اختي، وتحيه الجاليه المغربيه الاخوات، اخت من فرنسا ليلى، تحيه لك اختي ومرحبا والف مرحبا. سلام خويا سفيان الله ييسر، شكرا لك اختي كريمه، شكرا لكم على الدعوات الاخوات، الله ييسر لنا ولكم جميع المسلمين. شي اونسومبل بلا عقيق، شي اونسومبل بلا عقيق. كاين اختي طروات ضيق شرحت، ولكن حاليا تقادوا لنا درنا فيهم بروموسيون حاليا اخوات. راه تبارك الله يعني المعامل يلا بيبداو، يعني العيد راه تبارك الله يعني هذا الاسبوع تبداو، يعني تيبداو واخا تكون الخدمه تكون ثقيله، يعني واخا فاش يبداو في الاول، لان تيكون بعد الصناعيه ما جاوش، بعد الصناعيه جا، بعد من الحل، بعد من يعني تكون الخدمه شويه ثقيله. يعني الاخوات لي زونسومبل داكشي تاع رواد دي بلا حجر وهذا، غنحاولوا ان شاء الله نديرهم لكم في اللايفات المقبلين، وحاولنا هاد اللايف ندوز لكم عليه ميزات باش يكون لايف زويون وخفيف عليكم وزينه وخزينه كي تنقول لكم ديما.
حتى 8.7 في هذه الحلقة تالي. الثمن ديالهم الأخوات 5000 درهم، هادو 5000 درهم تاع اللوزة بالحجيرات خضيرين غزالين شي حاجة زوينة. الثمن ديالهم 5000 درهم، 100,000 ريال، 500 أورو، هادو 500 أورو الأخوات. السلام عليكم، شكرا لك أختي سعيدة، اللهم يسر لينا وليكم. شكرا لكم الأخوات على الدعوات الخير، الله يسر لينا وليكم. الثمن ديال هذا 5000 درهم، 500 أورو. لويز عافاك شحال؟ عندي واحد لويز 20 اختي نوري عليك. لويز واحد اللي بقات عندي 20 يلاه شريتها. شحال اونصومبل ديال قشور الحوت؟ كنا دايرين شحال كنا دايرين لابريم 3800 درهم، ياك قشور الحوت 3800 درهم اونصومبل. سلسله شوبر غليظ اختي حكيمه، هادشي باش كان وبقى عندنا جاب حتى واحد الله كاع لي زونصومبل تبارك الله تباعوا لان ثمنهم مناسب وثمنهم مشجع. 500 اورو الاخوات، 5000 درهم، 100